نروح بقى لمنتخب مصر. الاهلي النهارده انضم ياسر ابراهيم مدافع النادي الاهلي لمعسكر منتخب مصر في العاصمه الاداريه الجديده بعد استدعائه لقائمه الفراعنه لكاس الامم الافريقيه. ياسر ابراهيم بالتاكيد كان يستحق الانضمام لقائمه منتخب مصر من البدايه، خصوصا مع المستويات الرائعه اللي بيقدمها في الفتره الاخيره، وكمان احنا استعرضنا النهارده ارقامه امام كريم بنزيما ورومارينيو، يعني مفيش اختبار لمدافع اقوى من انه لاعب بنزيما ورومارينيو. يعني ياسر ابراهيم خلوق، ولما ما تمش استدعائه من البدايه التزم الصمت، ولما اتكلم قال انه كان يتمنى التواجد لكن بيتمنى التوفيق لجميع اللعيبه ولكل زملائه في المنتخب. النهارده بقى تكون المكافاه بتاعت ياسر ابراهيم، القدر بيكافئ ياسر ابراهيم على اجتهاده وبينضم لمنتخب مصر، وبالتاكيد نتمنى الشفاء العاجل للمصاب اسامه جلال. دي مكافاه ربنا سبحانه وتعالى لياسر، دي كان كده مكافاه ربنا الحقيقيه لواحد اجتهد فعلا يعني والتزم الصمت.